التطوع غير لا جاب صدق احساس واحنا نحب الخير الخير قدمه للناس صنايع المعروف مصدر تخينا وإيماننا بالله أسمى معاني صنايع المعروف مصدر تخينا وإيماننا بالله أسمى معانينا نظرتنا ذات أبعاد وحماسنا يزداد نظرتنا ذات أبعاد وحماسنا يزداد دايم على الميعاد تمضي خطاوينا تمضي خطاوينا لنا نحب الخير ونقدم للناس يبقى التطوع غير لا جاب صدق إحساس فعل التطوع بسم الله الرحمن الرحيم تعزية فلاة الأيتام أيتام محمد فارس مرغوش شهر نيسان 2014 ونقدمها للناس التطوع غير لا جاب صدق إحساس واحنا نحب أيتام بلال عبد الرحيم خليفة ونقدمها للناس في كل وقت وحين تكبر أمانينا وبحلى ورود أيتام أحمد حاج خليل بشهر نيسان 2014 في كل وقت وحين تكبر أمانينا وبأحلى ورود الطيب تزهر أيتام حسين موسى أيتام زكريا عبد الغني فينا شموخ كبار وبكل أرض يلا أيتام عبد الله ناسو تاريخ نيسان 2014 أيتام سفيان حسن مرغوش شهر نيسان 2014 أيتام عثمان يوسف عثمان شهر نيسان 2014 فعل التطوع غير لا جاب صدق إحساس وإحنا نحب الخير الخير ونقدمها للناس أيتام محمد الأسود حماش أيتام حسن خرفان الصدق والإخلاص نعمر أرضينا ونساعد المحتاج أيتام جمعة أحمد غزال الصدق والإخلاص نعمر أرضينا ونساعد المحتاج أيتام أحمد شهاد الجعوي نعطينا طيب غير حدود بذل وعطاء وجود أيتام أحمد مصطفى هذا الأمل فينا هذا الأمل فينا لنا نحب الخير ونقدمها للناس أيتام فواز عبد الله أيتام محمد نور الدين سلوم أيتام مراد زيدان شهر نيسان 2014 أيتام مصطفى إسماعيل كل شهر وإيماننا بالله يسمى معانينا أيتام مصطفى الحواج طالب نظرتنا ذات أبعاد وحماسنا أيتام مصطفى حافظ درويش دايم على الميعاد تمضي خطاوينا أيتام مصطفى عبد الرحمن مكين أيتام ناصر عمر شريف فعل التطوع غير أيتام نمر قرقاش بتاريخ نيسان 2014 والله يلي التوفيق أيتام هشام العكس
هيثم وليد إبراهيم حوا. تكبر أمانيها وبحلى ورود الطيب تزهر. أيتام ياسر كجك في كل وقت وحين تكبر. أيتام ياسر بكر صدوق أيتام ياسين غجر صنايع المعروف ما صدر تاخينا وإيماننا بالله أسمى. أيتام محمد عبد المجيد مروش نيسان 2014 المعروف ما صدر تاخينا وإيماننا بالله أسمى معانينا نظرتنا ذات أبعاد وحماسنا يزداد نظرتنا ذات أبعاد وحماسنا يزداد دايم على الميعاد تمضي خطاوينا تمضي خطاوينا.